والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومع مؤسسة مصر الخير لدعم مبادرة سكن كريم بتمويل 13 مليون جنيه، مساهمة مؤسسة كبيرة 10 مليون جنيه. المبادرة دي في الحقيقة مهمة جدا لأن هي بتستهدف توفير يعني الحقوق الأساسية للأسر من ناحية مسكن كريم، من ناحية صرف صحي، من ناحية توصيل مياه، من ناحية تسقيف منازل في القرى الأكثر فقرا. احنا مستهدفين 5 من أكبر قرى سوهاج، وفي الحقيقة ده مش أول تعامل مع وزارة التضامن. طبعا احنا بنشتغل كتير ولينا صداقة تعامل مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال التنمية الاقتصادي، وبالأخص في تشغيل الشباب في المناطق العشوائية. وطبعا لينا برضه تعامل كبير مع مؤسسة مصر الخير في مجال التعليم والمنح الدراسية، من منح دراسية في التعليم الفني ومنح دراسية لذوي الإعاقة. وعامة احنا كمؤسسة مانحة مصرية بنعمل في تمويل الجمعيات الأهلية في جميع محافظات مصر، وبالتركيز على محافظات الصعيد، وبنركز على التمكين الاقتصادي كآلية للاستدامة في نتائج التنموية، وبرضو التمكين الإنتاجي. أستاذة نورة، عايزين نتعرف على باقي الجمعيات الأخرى أو المجالات الأخرى اللي بتتعاون فيها الجمعية. حضرتك أشرت للتعاون مع وزارة التضامن وبعض الجمعيات الأهلية، ناخد لمحة عن الجمعيات الأخرى والمجالات الأخرى اللي بيتم فيها تعاون الجمعية. يعني احنا جهة مانحة، فاحنا بنعمل من خلال الجمعيات الأهلية، فاحنا في الحقيقة بنشتغل مع مئات من الجمعيات الأهلية كتير قوي على ان انا اذكر اسمائهم، وطبعا بالتعاون مع الجهات الحكومية، وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن ايضا وزارة التعليم، وزارة التخطيط. يعني لينا تعاون تقريبا مع جميع الوزارات في المجالات المختلفة. وزي ما انا يعني زي ما اتكلمت، احنا بنغطي جميع انحاء مصر. نعم، هل في تركيز على مجال معين في هذه الفتره؟ يعني انتوا عاملين جدول زمني في ان الفتره ديت بيتم التركيز على المشروعات ذات صبغه معينه وفي المرحله التاليه، هل في مثل هذا الامر ولا الموضوع مش زي احنا بنركز؟ يعني مؤسسه سويرس عامه من اول ما بدات من 17 سنه واحنا بنركز على التمكين الاقتصادي، وبنركز على التعليم من اجل برضه تحقيق التمكين الاقتصادي للمصريين، ومركزين على الفئات الاكثر تهميشا، سواء ده المراه المعينه، سواء ده الشباب الموجوده في مناطق تفتقر الى خدمات، وفي نفس الوقت برضه الاطفال بين المأوى والأطفال ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة عامة. في نماذج تم تنفيذها بالفعل وأثبتت يعني جابت نتائج على الأرض في بعض أكيد احنا يعني لينا مبادرات كتير الحمد لله إنها ناجحة. يمكن إحدى المبادرات اللي بتختص بالصعيد كانت مبادرة اسمها تمكين أبناء الصعيد، استهدفت وحققت حوالي 20,000 فرصة عمل في محافظات الصعيد المختلفة، ولينا برضه باع طويل جدا في التعليم وفي المنح الدراسية. ميرسي أستاذة نور، شكرا لحضرتك. احنا انتهينا من 26,000 تدخل في منازل في 10 أكثر محافظات. احنا النهاردة بنوقع 10 مليون جنيه، ال 10 مليون جنيه 3 مليون جنيه مساهمة من مصر الخير، و 7 مليون جنيه مساهمة من مؤسسة سويرس. دي المعادلة اللي احنا عاملينها، 30% من الجمعية الأهلية اللي بتنفذ، و 70% من المؤسسات والجهات اللي بتمول والجهات المانحة. امبارح وقعنا 100 مليون جنيه مع وزارة الأوقاف لنفس المشروع. قبل كده منذ عدة أشهر وقعنا 250 مليون جنيه كانت بين بالم هيلز والأورمان على 3 سنوات، كل سنة حوالي 72 أو 71 مليون جنيه. إحنا هدفنا في هذا المشروع تجميع 500 مليون جنيه وتوجيهها لوصلات المياه ووصلات الصرف الصحي وتسقيف منازل أفقر الفقراء وتحسين بيئة السكن في أفقر 10 محافظات في مصر. بيئة السكن للأسر الفقيرة اللي موجودة في الريف هو تدخل مهم جدا يتكامل معاه التدخل اللي الدوله بتعمله لتحسين العشوائيات في حوالين القاهره، يتكامل مع الشغل اللي الدوله بتعمله في الاسكان الاجتماعي، يتكامل مع الشغل اللي الدوله بتعمله في الاسكان المتوسط. هو هي منظومه واستراتيجيه وجهد من الدوله بالشراكه مع المجتمع المدني، بالشراكه مع القطاع الخاص، بالشراكه مع مؤسسات التمويل، بالشراكه حتى مع مؤسسات التمويل الدوليه اللي بتمول الاسكان الاجتماعي. هذا الجهد لتحسين بيئه السكن لجميع المصريين، من افقر الفقراء والاسر الاولى بالرعايه في الريف، وده وزاره التضامن بتشتغل عليه مع الجمعيات الاهليه ومع وزاره الاسكان، الى الشغل المتميز جدا طبعا اللي بتعمله وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه. فده جزء من استراتيجيه وبرنامج الحكومه، وجزء من عمل الحكومه لتحقيق استراتيجيه الدوله 2030. سيادة الوزيرة، الجدول التنفيذي للبرنامج دوت، حضرتك أشرت إن في جزء في محافظة سوهاج في القرى أكبر 5 قرى أكثر. احنا النهارده بنتكلم عن سوهاج، عن مركز سقلنا، عن 5 قرى في 3 مراكز فقيرة. التوقيع بتاع امبارح كان في 5 محافظات في الصعيد، لكن احنا عندنا برنامج وجدول، كل تمويل بيجي بيدخل في البرنامج، بننفذ مع مجموعة من الجمعيات الأهلية الكبرى، مع مجموعة من جمعيات تنمية المجتمع على مستوى القرية
بتشتغل تحت مظلة الجمعيات الكبرى، بننسق مع القبضة للمية والصرف الصحي، وبننسق مع وزارة الإسكان بشكل عام علشان المستخلصات والمتابعة والاستلام الفني، وهم بيدلونا وبيوجهونا للقرى اللي فيها محطات الصرف واللي فيها محطات المية، نتأكد من قدرة وكفاءة هذه المحطات. احنا بنعمل الوصلات المنزلية ايضا بالشراكة مع المواطنين واصحاب المنازل، دي بتبقى فرصة طيبة لينا ان ده بناخده من قاعدة بيانات تكافل الغرامة. لكن قبل ما بننزل بنعمل الوصل او بنعمل التدخل في البنية التحتية، بننزل نراجع على الأسرة وعلى استحقاقها والتأكد من حالة البيت وحالة البنية التحتية ومن احتياج الأسرة لهذا الدعم. هذا الدعم بيتراوح من 3000 جنيه لو وصلة مية، 7000 جنيه لو وصلة صرف، الى يصل الى 20000 جنيه لو هنعمل تسقيف وتحسين لحالة المسكن بشكل عام. على وزيرة، هل هناك جزء من هذا المشروع مخصص لذوي القدرات الخاصة؟ أيوة، السنة دي بمناسبة عام الإعاقة، والحقيقة إحنا دايماً ذوي الإعاقة على قمة أولوياتنا. إحنا في قاعدة البيانات من برنامج كرامة وقاعدة البيانات من الضمان الاجتماعي عندنا ذوي الإعاقة، اللي منازلهم محتاجة لهذا التدخل في القرى اللي بنشتغل فيها، واللي منازلهم محتاجة لهذا التدخل في المحافظات اللي بنشتغل فيها، لتحديدهم لهم الأولوية للاستفادة من التدخلات البنية التحتية. ممكن يتقدموا لو في القرية اللي احنا بنشتغل فيها، احنا بناخد في هذا البرنامج اللي تقدموا وخدوا تكافل وكرامة وبيوتهم محتاجة تتحسن، اللي تقدموا عشان ياخدوا تكافل وكرامة ورفضوا ولم يستحقوا الدعم النقدي ولكن بيوتهم محتاجة تتحسن، وأيضا لو في القرية وفي الشارع وفي المنطقة منازل محتاجة وأسر محتاجة بنساعدها. ست الوزيرة، قاعدة البيانات تكافل وكرامة، آخر تحديث تم لبياناتها لمتابعة الوضع الحالي والتغيرات؟ احنا قاعدة البيانات تكافل وكرامة هي قاعدة بيانات حية. يعني ايه قاعدة بيانات حية؟ يعني كل يوم بيدخل ناس، كل يوم بيخرج ناس، كل يوم بنراجع ناس، ده شغل دائم، كل يوم ناس بتسجل، وكل يوم بنطلع دعم نقدي. زي ما حضرتك عارف يوم 15 من كل شهر بنسلم الدعم النقدي. الدعم النقدي اللي تم صرفه الى الان من مارس 2015 الى 15/8/2018 قارب على 21 مليار جنيه. تمام. سؤال يا فندم اخير، بعيدا عن الموضوع، نطمئن على تفويض حجاج الجامعات الاهليه يا فندم؟ السلام